النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي تقصي العرب الكرام في الأردن، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم الآن آخر تحديثات ما يسمى بالمنخفض الجوي شبه الاستوائي الذي أثر خلال اليومين الماضيين على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ويتجه في بقاياه وتأثيراته غير المباشرة إلى المملكة خلال الساعات القليلة القادمة من خلال ساعات الليلة القادمة. نبدأ معكم الآن باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بحركة السحب. يعد نوعا ما نشوء هذه المنخفضات الجوية المدارية أو شبه الاستوائي في منطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط نادرا بشكل عام، ولا سيما في الجزء الشرقي منه والجزء الجنوبي الشرقي الذي شهد تطور هذه العاصفة خلال اليومين الماضيين. يعتبر هذا الأمر شديد الندرة، وهذا ما نشير إليه في خلال توقعاتنا. لكن المملكة بمنأى عن هذه العاصفة بشكل عام بشكل تأثير مباشر. لكن نلاحظ معكم خلال هذه حركة السحب أن الحركة الدورانية في هذه المنطقة بدأت تضعف خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بفعل بدء ارتفاع الضغط الجوي في هذه العاصفة التي تتحرك رويدا رويدا نحو الشرق والجنوب الشرقي لتضمحل وتتلاشى تماما فوق المملكة. إذن هذه العاصفة نشأت في شمال مصر وجنوب جزيرة قبرص وستتلاشى تماما فوق المملكة خلال الساعات القادمة، وبالتالي ما يتحرك هنا من البحر من هذه السحب الكثيفة الماطرة هي بقايا هذه السحب باتجاه مناطق المملكة، وبالتالي ستشهد جميع مناطق المملكة خلال الليلة القادمة أجواء غائمة بوجه عام مع هطول أمطار ما بين شدة خفيفة إلى متوسطة. لكن الواجهة الغربية المملكة معرضة لاستقبال أمطار غزيرة على فترات في طول الواجهة الغربية المملكة سواء في المنطقة الجنوبية أو الوسطى أو الشمالية، وبالتالي تحذيرات من جريان السيول في هذه المناطق نظرا لوجود المنحدرات والأودية بشكل عام في الجزء الغربي أو أقصى الجزء الغربي من المملكة. نلاحظ معكم التوقعات بهطول أمطار ليلة في عموم ومعظم مناطق المملكة، لكنها ما بين الشدة الخفيفة والمتوسطة. هنالك أمطار غزيرة لكن على أقصى الشريط الغربي من عموم المملكة. درجات حارة قريبة من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان تقريبا 25 درجة مئوية، في حين يكون معدل الصغرى بحدود 17 أو 16 درجة مئوية. توقعات الخاصة بهذه الخريطة، نلاحظ معكم خريطة ثلاثية الأبعاد خاصة بمخرجات نظام الأمطار الخاص بنا هنا في تقصى العرب. نلاحظ معكم أن جميع مناطق المملكة خلال الليلة القادمة ستشهد أجواء غائمة، أجواء ماطرة ما بين خفيفة إلى متوسطة شدة الأمطار في عموم مناطق المملكة بمشيئة الله. لكن نلاحظ معكم وجود بعض المناطق على أقصى الشريق الغربي ستشهد أمطارا غزيرة، وهي هذه المناطق هي بهذا اللون الزهري. نلاحظ معكم أجزاء عدة في المنطقة الجنوبية، محافظة الطفيلة، محافظة معان، جبال الشرا كذلك الحال، المنطقة الشمالية منطقة جبال جرش عجلون كذلك الحال، بعض المناطق الوسطى في حوض منطقة البحر الميت. إذن عموم المنطقة الوسطى هي معرضة لاستقبال أمطار غزيرة خلال الليلة القادمة لكن لساعات قليلة وليس طوال الفترة، في حين أن معظم مناطق المملكة ستشهد أمطارا ما بين الخفيفة والمتوسطة خلال الليلة القادمة بمشيئة الله. إذن كما تحدثنا توقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة، خلال ساعات الليلة القادمة سيتلاشى هذا المنخفض وهذه بقايا هذه العاصفة فوق المملكة تماما. لكن ما سيحدث في الأيام القادمة هو تأثير لتيارات غربية رطبة بالتزامن مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو المتوسطة والعالية بالتأثير على عموم بلاد الشام بما فيها المملكة. لذلك توقعات بأجواء غائمة جزئيا خلال الثلاث أيام القادمة تتحول أحيانا إلى غائمة مع فرصة لهطول زخات من الأمطار لا سيما فوق المنطقة الشمالية مع انخفاضات إضافية وتدريجية في درجات حرارة لتبلغ يوم الأحد 18 درجة مئوية، وهي بالتالي دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بين 4 إلى 5 درجات مئوية. إذن أمامنا خلال الفترة القادمة المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، فرصة لبعض الأمطار لا سيما في المنطقة الشمالية، انخفاض في الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة ليلا مع توقعات بتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول الشرقية. كان ذلك آخر تحديثاتنا لهذه الحالة الجوية الممطرة خلال الليلة القادمة. أمطار خير نتمناها إلى الجميع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.